ألف جنيه أو 230 ألف جنيه زي التذكرة. ده برنامج برضو الأعلى شوية من البرنامج البري. ده بري ولا؟ لا، برنامج الطيران. ده طيران. رحلة بالطيران، رحلة 220 كاملة غير التذكرة. غير التذكرات. العدد وأعلى حاجة، أعلى مستوى كام؟ لا، في حاجات نادرة، أعداد ضئيلة مش عايزين نتكلم عليها لأن حلوة نادرة. لا لا لا، مهم نعرف ليه. لا بصي، دي طلبات خاصة جدا. احيانا في ناس بتطلب اقامه بشكل معين، انتقالات بشكل عائل، سكرتيرة ترامب بشكل معين. اصل انا سامع انه الحج السنه دي في بعض المستويات معدي المليون جنيه. بالفعل فيه، لان هناك اوضه غرفه بتؤجر في موسم الحج ما يقرب من 60,000 ريال في اليوم. لا، المده بتاع الحج، المده الغرفه بس. 60,000 ريال. 60,000 ريال، انت عارف المقابل المصري ما يقرب من مليون. بالظبط. ناقص بقى تذكرة الطيران والمناسك والمدينة وحاجات كتير جدا مش مضافة، بتضاف لها تبقى أعلى من كده تقريبا. نسبة كام في المية بيطلع هذا المستوى؟ احنا عندنا ال 23,000 مقسمين بين مستوى الخمس نجوم، وهم 4,000 تأشيرة، منهم الفي أي بي اللي حضرتك بتتكلم عليه. ده بيعمل من 500 ل 1000 حج. من 500 ل 1000 حج. من 500 ل 1000. الأغلبية وتنزل الجانب الاقتصادي اللي هي البري والاقتصادي. ودول ما يقرب من 19,000 حج، يعني أربعة فقط اللي هي البرامج المستوى الأعلى. وطبعا الزيادة تقريبا السنة دي في أسعار الحج أعلى قد إيه من السنة اللي فاتت؟ الفرق فوق ارتفاع سعر العملة فقط لا غير، لكن نكاد نقول إن هي إن الخدمات اللي بتؤدى في الحج بالكامل خدمات بتؤدى خارج مصر، فأكيد بتقوم من النادي الأجنبي. أكيد العلاقة ما بين النادي الأجنبي وما بس العملة الرسمية ما اتغيرتش. يعني اقصد يعني ايه تقصد؟ يعني بره السوق السوداء ما اتغيرتش؟ لا، للاسف العمله شركات السياحه مطلوب منها انها تغطي رحلات الحج من خلال المجهودات ذاتية بعيدا عن البنوك، فبالتالي السعر مرتفع. يعني شركات السياحه بتاخد من السوق السوداء للاسف.